بداية وقبل أن نقطع شريط انطلاقة هذه الندوة الحدث، لابد وأن نعبر بكل اعتزاز وامتنان إلى كل الذين أصروا على مشاركتنا لانطلاقة فعلية لمشروع الفن السابع من أجل مساواة المرأة. تحية شكر إلى ضفاف إلى أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الإداري للمعهد المتوسطي الديمقراطي للتنمية والتكوين الذين أشرفوا على كل الجوانب التنظيمية من أجل إنجاح تفاصيل هذا النشاط الذي يعتبر بوابة إعلان عن بداية لحظة مسار بطابع احترافي يخوضه المعهد. تحية شكر وامتنان أيضا لكل السيدات والسادة المحترمون الذين يقفون خلف العطاء البناء ولو بتوجيه أو نصيحة. تبارك الله، الحضور كثيف جدا وكنتمناو الأنشطة ديال المشروع كاملة تكون هنا بإذن الله. نقدم راسي، أنا سميتي الهروج محمد عدنان، ممثل ديال مؤسسة كوسبل إيطاليا. هي منظمة تأسست سنة 1983 اللي كتشتغل في عدد كبير ديال الميادين وعدد كبير ديال الدول. يمكن نعاودو نرجعو شوية غير الشك ديال المغرب، فاحنا كنشتغلو في المغرب بصفة مستمرة ابتداء من 2008. خدمنا في الباتريموان، خدمنا في إعادة التهيئة ديال البناء التقليدية ديال طنجة، خدمنا بعض المشاريع في المناطق المهمشة والمناطق الجانبية في طنجة مع الشباب والنساء، وخدمنا مشروع آخر في ميديا ألتيرناتيف وليبرتي ديكسبرسيون، كيف نقولو حنايا الوسائل الإعلام البديلة. من هنا جاء التفكير في اختيار مشروع الفن السابع من أجل مساواة المرأة. سنسلك الدروب والقضايا من خلاله سنقف على الصور النمطية التي ينجبها المجتمع، نلامس قطار الحياة للتمعن في قضاياه المتباينة. نلتقي اليوم في موعد مع وضع نقاط فوق حروفها تماما، وأن توضع الفواصل في محلها دون طلب الإعادة. لكامل الشرف أن أعطي الكلمة للسيد ياسين الريش رئيس المعهد المتوسطي الديمقراطي للتنمية والتكوين، فليتفضل مشكورا. أتقدم إليكم باسم أعضاء المعهد المتوسطي الديمقراطي للتنمية والتكوين بتحية احترام وتقدير مصحوبة بخالص الشكر والامتنان إلى كل الذين قدموا من جمعيات المجتمع المدني والصحافة وممثلي المجالس المنتخبة وباقي الضيوف الكرام لمشاركتنا حدث مهم، وهو حدث الإعلان عن أهم المشاريع التي عرفها المعهد منذ تأسيسه. إن التجربة الميدانية التي اكتسبناها سابقا حاولنا توظيفها من خلال تأسيس المعهد المتوسطي الديمقراطي للتنمية والتكوين، وكذا الاشتغال بأيادي ومعارف وتجارب مجموعة من الفاعلين والمتداخلين الاجتماعيين بطنجة، مما جعلنا ومنذ الوهلة الأولى أن نضع أصبعنا على أهمية تأهيل العنصر البشري في غياب فاعلين قادرين على تنفيذ برامج تربويه واجتماعيه تدفع بعجله التنميه بشكل احترافي بعيدا عن الحماسه العابره. لقد وصلنا الى خلاصه مهمه سبق العديد من اللقاءات والنقاشات وكذا الدراسات العميقه للدفع بمعادنا نحو الرياده والارتقاء بادائه الى مستوى افضل من خلال الاطلال على النسيج الجمعوي والمجتمع الذي ننتمي إليه ونتشرف بخدمة آله بمشروع كبير ألا وهو مشروع الفن السابع من أجل مساواة المرأة.
محمد بقالي كاتب العام معهد متوسطي الديمقراطي للتنميه والتكوين. في الحقيقه هو نقدروا نعتبروا هذا اليوم هذا هو يوم مشهود بالنسبه للمعهد، نظرا اللي غتكون عندنا واحد الانطلاقه الفعليه لمشروع كبير وضخم، وهو مشروع الفن السابع من اجل مساواه المراه. هذا المشروع اللي نقدروا نعتبروه هو جا بعد مخض اللي واحد التجربه جمعويه ديال الفاعلين الجمعويين اللي كينتميو للمعهد. طبيعه الحال احنا حاولنا اننا نفكروا في واحد المشروع اللي عينقلنا نحو الاحترافيه، نظرا اللي كانت عندنا مجموعه ديال التجارب السابقه ذات طابع محلي جهوي، وبالاضافه لذلك بواحد الميزانيه اللي محدوده، فهذا خلانا اننا نفكروا في مشاريع اللي غتكون عندنا واحد الصبغه دوليه بمبالغ محترمه. وهذا المشروع هذا كيبين ذلك على اننا حصلنا على واحد المشروع من الاتحاد الاوروبي، واحد الميزانيه ضخمه اللي كتوصل 80,000 يورو. فبطبيعه الحال هذا كيزيدنا الا ان فخرا بالنسبه لنا، نظرا ان المعهد اللي العمر ديالو او نقدروا نقولوا تاريخ التاسيس ديالو الى الان ما كيتجاوز سنتين، وهذا كيبين بان الكفاءات اللي كيمتلكها المعهد، وبالنسبه لنا الا هذا كيزيدنا الا اصرارا نحو النجاح. مشروع الفن السابع من اجل مساواه المراه هو مشروع اللي غيمتد على مده سنه، 48 نشاط اللي غتكون طيله السنه، هو رهان كبير اللي خلينا اننا نشتغلوا مع مجموعه ديال الجمعيات، مجموعه ديال الفاعلين الجمعويين، غننظموا مجموعه ديال التكوينات ورشات اللي غيستافد منها اول حاجه جمعيات محليه من خلال التسيير الاداري المالي، كيفيه اعداد المشاريع بالاضافه للترافع، وهذا غادي يعطيهم واحد الاضافه بالنسبه للعمل ديالهم. كذلك غتكون فرصه للشباب انهم يتاطروا في الميدان السينمائي من خلال مجموعه ديال الدورات التكوينيه اللي غتكون في المونتاج في السيناريو في الاخراج. كذلك غتكون فرصه للترافع نحو مجموعه ديال القضايا خصوصا قضايا المراه. مشروع الفن السابع من اجل مساواه المراه الجميل فيه انه حاولنا اننا نشركوا معنا فيه جوج ديال الجمعيات، او عندنا جمعيه من مدينه طنجه واللي كتعالج قضايا الهجره، وهي جمعيه اللقاء المتوسطي للتنميه والهجره. هي جمعيه اللي عندها واحد الخبره الحمد لله، عندها خبره لمده سنوات كتشتغل مع المهاجر خصوصا المراه المهاجره. كذلك غيكون واحد الشريك مهم بالنسبه لنا واللي كيمثل اقليم ذو طابع قروي، وهو اقليم فحص انجرا واللي غيتمثل بجمعيه انجرا للتنميه والمحافظه على التراث. اذا كل هذا غادي يعطي الفرصه للمراه القرويه انها من خلال السينما انها تشوف نقدروا نقولوا انها تشوف من خلال السينما انها تطلع على نقدروا نقولوا على ثقافات اخرى، انها تعرف بانها كيان يجب ان يحترم، كيان له حقوق، كيان انه مساهم في التنميه المحليه وخصوصا التنميه اللي كنجدوها جميع في مجموعه ديال السياقات الحياتيه. كذلك على ان المراه القرويه غادي نحاولوا اننا نتقاسموا معها من خلال هذا المشروع المشاكل ديالها، الاهتمامات ديالها، الطموحات ديالها. اذا فبالتالي نقدروا نعتبروا هذا المشروع هذا بالنسبه لنا هو الرهان اللي كنراهنوا عليه باش انه غادي ينقل المعهد واحد المكانه متميزه، واللي غتخلينا اننا ندخلوا في شراكات اخرى مع مجموعه ديال المنظمات الدوليه، او على الاقل في واحد المجموعه ديال المنظمات اللي غيكون وطنيه. اذا فبالتالي نقدروا ان نقولوا ان هي فرصه اليوم، نقدروا نقولوا فرصه كبيره بالنسبه لنا، نقدروا نقولوا يوم مشهود يسجل للتاريخ. اذا كنتمنوا ان ان شاء الله يعطي هذه الاضافه، هذا المشروع هذا يعطي واحد الاضافه خصوصا الاعضاء ديال المعهد اللي غتكون عندهم فرصه ديال التكوين، فرصه انهم يتلاقوا مع مجموعه ديال المؤطرين المختصين، كذلك انها غتكون عندهم فرصه باش انهم يسقلوا المواهب ديالهم، كذلك انهم يكونوا واحد الخبره جمعويه اللي ان شاء الله غادي تفيدهم في المسار الحياتي ديالهم، وخصوصا المسار الجمعوي اللي هما كيطمحوا له. اذا وفي هذا اللقاء باسم اعضاء ديال المعهد المتوسطي الديمقراطي كنشكر كل اللي جاوا انهم يشاركونا هذا الحدث، خصوصا رجال الاعلام، فاعلين جمعويين، فاعلة جمعويين، كذلك الاكاديميين اللي جاوا شاركونا هذا الحدث، اللي كنتمنوا ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن ديالهم، وان شاء الله ضروري غادي يعطي الاضافه هذا المشروع للجميع. وشكرا اجونس اونلاين اللي
كنشكروها بزاف لان الاعضاء ديالها تنقلوا مارتيل حتى هنا باش يشاركونا هذا الحدث، واللي كانت عندهم معنا تجربه اعلاميه سابقه خصوصا في الملتقى الجهوي الشباب، ملتقى الشباب الجهوي الوطني والتطوع، فهذه فرصه اخرى اللي يشاركوا معنا هذا الحدث هذا، فانا كنشكرهم باسم المعهد كذلك، وكنتمنى لهم طبيعه الحال مسيره اعلاميه موفقه، وان شاء الله كنتمنى نكونوا عند حسن الظن ديال الجميع.